موجز الأنباء من قناة الجزائر أنوان، أهلا بكم. بداية، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ببرقية إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أعرب له فيها عن ارتياحه لنجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا. وجاء في البرقية: جلالة الملك والأخ العزيز، تلقيت ببالغ الارتياح والإطمئنان خبر نجاح العملية الجراحية التي أجريتموها، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أحمد الله والعلي القدير على نعمته وعظيم فضله، داعيا المولى العلي القدير أن يسيغ عليكم نعمة الصحة والعافية ويمدكم بالشفاء العاجل ويحفظكم من كل مكروه. وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: وتفضلوا جلالة الملك بقبول تمنياتي الخالصة بدوام النعم مشفوعة بمشاعري وتقديري. التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي محمد مساء يوم الخميس عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، و15 سنة سجنا نافذة في حق كل من الوزير الأسبق أحمد أويحيى والرئيس المدير العام لمجمع سوفاك مراد علمي، بالإضافة إلى عقوبة 12 سنة سجنا في حق يوسف يوسفي. قررت الحكومة أمسية يوم الخميس إلغاء ارتداء الكمامات داخل المركبات الخاصة حسب ما جاء في تعليمية الوزارة الأولى، ووفقا لذات التعليمية فإن سائقي أقول المركبات الخاصة وركابها غير ملزمين بارتداء الكمامات. وأشارت إلى أنه تم تجنيد مصالح الأمن لفرض احترام شروط التباعد في وسائل النقل العمومي، وذلك من خلال التدخل بالقوة عند معاينة عدم احترام قواعد الوقاية. أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم توفير كل الإمكانيات الوقائية والمستلزمات الطبية من أجل التكفل الجيد بالمصابين بوباء كورونا كوفيد 19 في مختلف المستشفيات الوطنية، مشيرا إلى أن المخزون الوطني من الكمامات يناهز 16 مليون كمامة، فيما تسهر مختلف القطاعات على إنتاج 2 مليون كمامة يوميا. أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال بتيبازا يوم الخميس بإيداع ممرض متقاعد الحبس المؤقت لإجرائه عملية ختان سرية لطفل. ووافقت ذات المصادر أن الممرض المتقاعد تم وضعه بالحبس على خلفية عملية الختان السرية أجريت لطفل وتسببت في تعقد حالته الصحية. وأضافت ذات المصادر أن الممرض المتقاعد ينحدر من الدموس، وتم تأجيل القضية إلى غاية 28 جوان الجاري. فيما ستشهد بعض الولايات الداخلية والجنوبية هبوب رياح قوية متبوعة بتطاير للرمال ورداء في الرؤية. وحسب خريطة اليقظة فإن ذات المصالح وضعت تنبيها باللون الأصفر يفيد بهبوب رياح قوية على ولايات تبسة، خنشلة، ورقلة، غردية، بسكرة والوادي. وأفاد الديوان أن هبوب الرياح سيكون بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية 9 ليلا. أما في الشان الدولي، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد المخاوف بشأن انتشار موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا. ونقلت وكالة رويترز أن أسعار الذهب قول ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتصل إلى 1725.88 دولار للأوقية. قالت سوميا سوامينا كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن المنظمة تأمل في أن يتم إنتاج مئات الملايين من جرعات لقاح لفيروس كورونا هذا العام، وإنتاج ملياري جرعة بحلول نهاية عام 2021. وأضافت العالمة أن المنظمة الصحة العالمية تضع خططا للمساعدة في تحديد من ينبغي أن يحصل على أولى الجرعات فور الموافقة على اللقاح، وستكون الأولوية للعاملين على الخطوط الأمامية في مكافحة الفيروس مثل الطواقم الطبية والأشخاص أكثر عرضة للخطر بسبب السن أو الإصابة بأمراض أخرى، بالإضافة إلى من يعملون أو يقيمون في أماكن يسهل فيها انتقال العدوى مثل السجون ودور الرعاية.
وقالت سوميا سوميثان أن الأمر الإيجابي هو أن لدينا الكثير من اللقاحات ومناهج العمل، لذا حتى وإن فشل اللقاح الأول أو الثاني يجب أن لا نفقد الأمل أو نستسلم. وأوردت ذات المتحدثة إن بيانات التحليل الجيني التي جمعت حتى الآن تظهر أن فيروس كورونا المستجد لم يتغير بعد أي شكل يؤدي لتغير حدة المرض الذي يسببه هو. نهاية الموجز، شكرا على المشاهدة، في أمان الله.